أهلا بيكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، ديكور معانا في منتهى الجمال وديكور حديث، وممكن حضرتك تكون أول مرة تشوفه لأن دي فكرة جديدة ممكن يكون محدش عملها. أول حاجة يعني شكل بديل الخشب كأنه طبيعي، وطبعا شرايح الستيل مع القطيفة الأوف وايت أو الفانيلا لاتيه الفاتح، ديكور في منتهى الجمال. هنقول لك الطريقة اللي انت ممكن تنفذ بيها بالديكور ده بكل سهولة. اول حاجة هنبدأ نقسم 30 سنتي زي ما حضرتك شايف في الحائط من فوق ومن تحت بنفس الطريقة كده، وبنبدأ ناخد خط طولي كل 30 سنتي، وبعد كده بنجيب شرايح الستيل بنبدأ نقطع على قد الأجزاء بتاعتنا، وبنبدأ بعد كده ناخد 20 سنتي من فوق، وبعد كده 40 سنتي، يعني كل شكل حجر معانا أو طولي 40 سنتي، بس احنا بدأنا ب20 سنتي علشان البداية تبقى شكلها كويس زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده بنبدأ ناخد نص ال40 سنتي بالطريقة اللي حضرتك شايفها، يعني بناخد في الحجر ال40 سنتي الطولي، بنبدأ ناخد 20 سنتي وبنعمل خط بس مش في الشريحة اللي جنبها، في الشريحة اللي بعدها. وبعد كده بنجيب المسطرة وناخدها طولي في آخر شريحة اللي احنا بنمشي 40، والشريحة اللي بعدها بنسيبها، وبعد كده بنمشي يعتبر 20 قصاد 20 سنتي. بعد كده هبدأ أوضحها عشان القلم الرصاص ما كانش واضح. بناخد تلاتينات وبنبدأ ناخد 20 الأول، بعد كده 40، بعد كده 40، وبنبدأ بقى العكس من الجزء التاني، بناخد يعتبر من فوق 40 وبنبدأ تحت 40 عشان يدينا الشكل اللي قدام حضراتكم. بعد كده كل شريحة بكتب عليها، كل شريحة بقطعها بكتب عليها الرقم، وبكتب على الحائط عشان ما احترش او اتلخبط، وبحط السيليكون العظم التركي وابدأ اثبت الشرايح بالطريقة اللي حضرتك شايفها. واحنا هنعمل الديكور بتاعنا بتاع الستيل دفن، هيبقى جوه الحائط مش هيبقى بارز. بنبدأ نحط سيليكون العظم على الشرايح كلها وبنبدأ نثبتها. طبعا احنا عملنا الخطوط نفس عرض الستيل عشان تبقى مظبوطة معانا، وطبعا شغلنا كان بالميزان في البداية بحيث الميزان يظبط معانا الطولي والعرضي. بعد ما بينشف بنبدأ نشيل الستيكر، وبعد كده بنبدأ نسحب سكينة معجون بالعرض زي ما حضرتك شايف، ويفضل تكون معجونة اونشيلد او اكريليك 900 او معجونة تكون قوية زي ما حضرتك شايف كده. بنبدأ نسحب كل الستيل ونلف الحروف بتاعته عشان يبدأ يتقفل. بعد ما بينشف السكينة الاولى بنلون معجونة، ويفضل تكون معجونة ضعيفة شوية عشان الصنفرة زي ما حضرتك شايف كده، يعني معجونة دايتون مثلا. بتبدأ بقى تقفل السكينة التانية بنفس الاتجاه علشان تساوي الستيل بالحائط، وبتركز طبعا في الحروف اللي هي الطرفين بحيث اللي هو تدفنه في الحائط ما يبقاش باين. بعد كده بتجيب الصنفرة وبتبدأ صنفرة 180، بتبدأ تصنفر كويس جدا وتموت الحروف. وبعد كده بنجيب لون كافيه وبنبدأ ندهن الأجزاء اللي فيها الستيل، الشرايح اللي فيها الستيل، لأن احنا عندنا شريحة بديل الخشب وشريحة ستيل. بنبدأ نجيب بلاستيك مط وبندهن التلات شرايح اللي فيهم ستيل بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بعد ما الشرايح دي بتنشف بنبدأ نحدد مكان خطوط الستيل اللي كنا عاملينها الأول، وبتبقى ظاهرة، لو مش ظاهرة بتمشي على حرف الستيل زي ما حضرتك شايف كده، بتخلي الستيل جوه اللزق مش بره. بعد كده بنجيب بلاستيك وبنبدأ بندي وش الأول مط، بنجيب بلاستيك مط ونديه لون سيمون، وبنبدأ نديله بني لحد ما يدينا الدرجة اللي قدام حضرتك ديت، وبنبدأ ندهن الأجزاء التانية. بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده طبعا كل الوش الاولاني ده بلاستيك مط. بعد كده هندي اللون الاورانج دوت،
هنديه نص لمعة بس، احنا زي ما حضراتكم شفتوا كده بندور بقى بلاستيك نص لمع وبندي وش تاني، بس اول وش لازم يكون مط. بعد كده بنجيب الجليز، الجليز مادة بتاع الديكور ما بتنشفش بسرعة، بتاخد وقت لما بتنشف، تقدر تتحكم فيها تعمل ديكورات بيها، هي مادة زيتية بطيئة الجفاف. بنبدأ نجيب شوية ونديهم بني وأسود لحد ما نجيب يعتبر لون زي الشوكولاتة كده زي اللي حضرتك شايفه. بنبدأ ندهن الأجزاء البرتقاني اللي احنا عملناها علشان نعمل تأثير بديل خشب، زي ما حضرتك بتبدأ تديها وش وترمي، وبعد كده بتجيب السفنجة بتاعت المواعين اللي هي الخشنة وبتبدأ تعمل بيها نفس الشكل كده، يديك شكل بديل خشب. طب لو انت لقيت اللون فاتح بتروح مغمق الجليز وبتبدأ تديله، انا عدتها قدام حضراتكم عشان محدش يقلق لو عمل جزء ولا الموضوع بيبقى لسه مش بينشف بسهولة، بتقعد ساعة واتنين تقدر تتحكم فيه. انا غمقت اللون واديت وش تاني وبدأت اعمل شكل بديل خشب لاني لقيت الاغمق هيبقى افضل، زي ما حضراتكم شايفين كده بتخلي اللون شبه اسود، بس هو لما بيدين طبعا وبيتعمل فيه التأثيرات بتاعة الخشب مش بيبقى لونه اسود خالص، واللون اللي تحته طبعا بيخليه يميل لشكل الخشب اكتر، زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نخلص الأجزاء بتاعتنا، انت ممكن تدهن كله وبعد كده تبدأ تعمل فيه شكل الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد طبعا ما بينشف ده بيقعد 24 ساعة قبل ما بينشف، بعد ما بينشف بتبدأ تشيل الستيكر الأولاني أو اللزق الأولاني، تبدأ تاخد كل 2 سم. أنا شلت الأولاني عشان أحدد لك ويبان معانا ال2 سم، يعني بتبدأ تاخد قد اللزق تاني، يعني بتحط اللزق وتسيب مسافة قد ال2 سم بتوع اللزق وتكمل زي ما حضرتك شايف كده. بتبدأ بقى تكمل الحائط بنفس الطريقة. طب لو انت جيت في الآخر لقيت مثلا مش مقفل معاك 2 سم، بتبدأ ترجع باللزق اللي معاك تاني وبتبدأ تظبط لحد ما توفقهم مع بعض، يعني مش بتبقى قصة، يعني الموضوع بيبقى سهل. بتبدأ تقفل 2 سم كل شريحة 2 سم بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بعد كده بنجيب السفنجة اللي احنا عملنا بيها شكل التأثير بتاع الخشب وبنبدأ ندوس كويس على اللزق بحيث اللي هي تكوي اللزق، ما فيش حاجة تسرب عشان الكمبروسر وانت وشغال بيه بيبقى شديد الهواء بتاعه ممكن يطلع اللزق. بنجيب اللون الأسود الدوكو وبنخفه وبنبدأ ندهن زي ما حضرتك شايف كده. انت بتدهن من على الشمال بتاخد حوالي سنتي، وطبعا وانت بترش السنتي ده بيبدأ يعمل افتح في السنتي التاني، يعني انت بتمشي خط، انا ممكن يكون دي مش واضحة بس اللي جاية ممكن تبقى اوضح شوية، او اعملها لك بطريقة تاني بحيث يبقى انت عندك طريقتين، يا اما تمشي بسنتي طولي وهو بيغمق الجزء التاني بس بيبقى اخف طبعا من السنتي الاولاني. طبعا احنا خلصنا ده، بنبدأ بقى نكمل الأجزاء التانية زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده هنا بقى هوضحها لك، أنا عملتها هنا بقى برشيت رشة خفيفة على الجزء كله، يعني خدت شريحة شريحة اديها رشة زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده رحت واخد حرف حرف رشيت الحرف بس اللي على الشمال بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي. ما تقلقش لو شفت الشكل اسود، لكن هو لما بتشال الستيكر او التيب اللي احنا حاطينه الموضوع بيبقى مختلف خالص، فما تقلقش لو انت شفت الشكل ده لما تشال الستيكر هتشوف دلوقتي الوضع مختلف خالص. بتبدأ بعد كده تشيل، بيديك شكل بديل الخشب يعني بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده، اللون الاسود مع الالوان اللي احنا عملناها هو فعلا مديك وعلى الطبيعة شكله بديل خشب فعلا. بتبدأ تشيل كل الستيكر وبعد كده بتحط يمين وشمال، بتقفل بقى على شغلك اللي تفنش
علشان لما تيجي تعمل قطيفة ما يتبهدلش. بنجيب لون قطيفة أفتح شوية، طبعا بندوس على الستيكر عشان ما يسربش حاجة. بنجيب لون قطيفة أفتح شوية، أوف وايت أو فانيلا لاتيه فاتح خالص، وبنبدأ ندي وش للأجزاء اللي هتيجي قطيفة. وطبعا الشغل بقى بيبقى على مهلك شوية لأن أنت مفنش الأجزاء اللي جنبك، فأنت عشان ما تبهدلش حاجة والموضوع يبقى بالنسبة لك متعب، فأنت بتشتغل براحتك خالص، بتبدأ تدي وش للأجزاء ديت وش قطيفة. وبنبدأ بعد كده نجيب القطيفة التقيلة اللي احنا ما خفناهاش، وبنبدأ نوزع بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده شغل عشوائي، وبنرمي كويس جدا. وبعد كده بالمالك بنبدأ نعمل شكل التأثير. ممكن تكون التأثيرات مش واضحة عشان اللون فاتح جدا، بس هي طبعا بتبقى أشيك من اللون السادة في ديكور زي كده. زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نوزع القطيفة ونعمل شكل التأثير، وكل ما بتبدأ تنشف بقى شوية احنا بنبدأ بالمالك بنبدأ نعمل شكل تأثير عليها. ومعانا قطعة قماش بناخد أي زيادة في المالك عشان تبدأ تجف وتبدأ تعمل التأثير اللي احنا عايزينه زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بتفنش القطيفة بتبدأ تشيل كل الستيكر المحطوط، وبعد كده بتشيل الستيكر اللي على الستيل. وطبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط بيبدأ يظهر وفكرة جديدة، ولو عملت ديكور زي كده يعني هيبقى شكله جميل جدا وحديث، وغالبا ممكن يكون محدش عمله قبل كده. احنا بننزل فيديوهات 4 وحد الساعة 6. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو أنت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.